وقوع أزمة الزلزال الكبرى في المغرب، توجهت أنظار العالم كله إلى المغرب والمغاربة، ليس بسبب أزمة الزلزال، فهناك أزمات وجوائح وقعت في هذه الفترة هي أشد مما وقع في المغرب، ولكن توجهت الأنظار والصحف والإذاعات والتلفزيون في مختلف دول العالم للتأمل في تكافل وتضامن الشعب المغربي فيما بينه وبين بعضه. ولعل البعض يسأل، ما هو السبب في ذلك؟ ما هو السبب في هذا التكافل والتضامن العجيب من طنجة إلى الجويرة كما يقولون جميع أنحاء المغرب، بل المغاربة في مختلف أنحاء العالم كلهم تضامنوا مع بعض، والحمد لله على وشك تجاوز هذه الأزمة. السبب يا سيدي العزيز ويا أختي الكريمة هو شيء واحد فقط، وهو أن المغاربة معتصمون بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا، وهذا الواقع الذي رأيته بنفسي من خلال معايشتي ومعاصرتي ولقائي وتعارفي وتعاملي وعملي مع المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب على مدار مدة لا تقل عن 16 عاما. سبحان الله، شيء عجيب هذا التضامن والتكافل، شيء لا يتصوره إنسان. أضف إلى هذا تفريعا عن هذه النقطة هو عدم الاحتكاك الشديد، عدم التواصل الكثير، الاجتماعية المبالغ فيها، العشم الزائد كما نقول في مصر. ما معنى هذا؟ يعني العلاقات حدودية. قبل أن أزور المغرب في أول مرة في 2012 وأنا أعلم وأسمع أن المغاربة حدوديون، معنى العلاقات حدودية بمعنى إيه؟ يعني التواصل قليل، 1+1=2، التواصل في المطلوب في الأشياء المهمة، في غير ذلك يكون التواصل السلام عليكم كيف الحال، الصحة الصحيحة، لا بأس، مفيش تواصل أكثر من هذا، مفيش. بمعنى هذا التواصل بحدود هو الذي يجعل العلاقات طيبة ومستمرة ودائمة، بينما التواصل الكثير كما عندنا في مصر، التواصل الكثير والاجتماعية الزائدة والعشم الزائد، هذا يجعل الناس بالمصر كده يعني يزعلوا من بعض، ما يحبوش بعض كتير، ما يستمروش مع بعض. يعني مثلا أضرب مثالا للعشم الزائد في مصر، عندما واحد مثلا يتزوج ولا يعزم شخصا على فرحه يزعل ويخصمه ويكلمه يقول زي ما يعزمنيش، بينما هنا في المغرب عادي. واحد سافر دولة معينة مثلا ليكتسب الرزق ولم يخبر فلان صديقه ولم يخبر فلانا وفلان، في المغرب عادي جدا، إنما في مصر إزاي سافرت وما تقوليش، ده أنت بتخبي عليا، ده أنت خايف أحسدك، ده أنت فالتواصل المفرط عندنا في بعض الدول مثل مصر والاجتماعية الزائدة والعشم الزائد هو الذي يولد الكثير من المشاكل، ولذلك تجد الناس في مشاكل كثيرة فيما بينهم، الجار مع الجار والقريب والأخ والصديق وكذا وكذا، بينما هنا في المغرب العلاقات حدودية، فلا يكثر الكلام، لا يكثر اللغط ولا الغلط، ولا تكثر المشاكل، لأنه من كثر كلامه كثر لغطه وكثر غلطه. فالوضع في المغرب مختلف. في مصر مثلا تمشي مع شخص وتقترب من البيت، تفضل معانا، لا يا سيدي والله لازم تتفضل، لا، بنسميها عزومة مغربية. المغرب إذا قلت له تفضل هيتفضل معاك، لأن ما فيش هزار في هذه الأشياء، لأن العلاقات حدودية. أرجو أن تكونوا قد فهمتم وأن الرؤية تكون واضحة. ولهذا من أحب أن تكون علاقاته بالناس طيبة فليكن حدوديا، تكون الأمور بحدود وبضوابط معينة ومقننة، ولا تكون مفتوحة على البحر فتحصل المشاكل. في مصر وفي بعض دولنا، عندما في المشرق عندما شخص يزور شخص ويجلس معه كثيرا ويتكلم كثيرا فيحصل غلط، وممكن يفشي له بعض الأسرار، بعد ذلك هذا يعني لا تدري ما في نفوس الناس فتحصل مشاكل، فهذا يفشي سر هذا، هذه هي المشكلة. إنما هنا لا، العلاقات حدودية، لا أحد يفشي سره لأحد إلا بحدود معينة وضوابط معينة، شخص يعرفه من زمان وكذا وكذا. تحياتي وتقديري لكم، وحببت أن يعني أدلي لكم بهذه الخاطرة حتى تعرفوا السبب في تكافل وتضامن المغاربة. كونوا حدوديين، لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتقطع، خير الأمور الوسط. في المغرب مثلا ممكن تزور أي مدينة من مدن المغرب، الرباط، صلاة، تطوان، كازا، أكادير، الصويرة، إفران، أي مدينة في مدن المغرب تزورها ولك أحباب ولك أصدقاء هناك ويعرفون أنك هناك، وعادي جدا.
فيش انت رايح لشغل معين لهدف معين، فبتروح بتقضي تقضي المصلحه التي تطلبها وترجع، ما في مشكله، هم يعذرونك، ما في احد يعاتبك ابدا. انما في مصر او بعض بلاد المشرق، لو انت زرت مدينه كذا وصديقك وفلان يعرف لما والله ليه ما قلتليش يا اخي والله، ويزعل منه وياخذ منه موقف، ده لو عاتبه اصلا ممكن يقطع معه العلاقه بسبب ان هو جاء. الامور هنا مختلفه جدا. تحياتي وتقديري لكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.